الأستاذ ناجي جاي يعمل مقلب في مراته. أستاذ ناجي قال لنا إن مراته هادية جدا ومستحيل تغضب، وإحنا قبلنا التحدي. مساء الفل. مساء الخير. تعرف بحضرتك؟ ناجي. أستاذ ناجي، أهلا وسهلا. أهلا بيك. اللي بره دي المدام؟ مدام. طب بقول لك إيه، تحب تعمل مقلب في المدام؟ نعمل مقلب. تعمل مقلب في المدام؟ مفيش حد على فكرة، مفيش ولا زوج هنا وقف وقلنا له تعمل مقلب في المدام وقال لا، كله شغال. بس ربنا يستر بقى عليك. أيوه. طيب بص يا سيدي بقى، إحنا بنلعب جيم حاجة اسمها قدها ولا مش قدها. ركب لك سماعة في ودنك وبنبتدي نطلب منك شوية طلبات، تمام؟ مهما كانت الطلبات غريبة، أهم حاجة إنك ما تضحكش. نمرة واحد، نمرة اتنين هي ما تحسش إنك بتعمل مقلب، نمرة تلاتة ما تسيبكش وتمشي. أي وقت عايز توقف هتقوم تقول يا جماعة أنا مش قدها، هنوقف الدنيا وهنقول لها إن إحنا كنا بنعمل مقلب. تمام؟ تمام. قدها ولا مش قدها؟ إن شاء الله ربنا إن شاء الله. كلهم بيقولوا كده وبعدين طيب يلا جود لك. أستاذ ناجي، هنبتدي دلوقتي المرحلة الأولى من قدها ولا مش قدها. المرحلة دي بخمسمائة جنيه، هتسمع اللي هنقول لك عليه وتنفذه زي ما هنقوله. لو جاهز. لعب حواجبك. يبقى كام؟ يبقى كام؟ يبقى كام؟ احنا كل مرة نفكر كده. بص يا أستاذ ناجي، في واحدة دلوقتي قاعدة على يمينك، بص عليها شوية كده. اللي جابنا هنا كل دول مستنيين. ارجع بقى، ارجع بوشك للمدام كده وقول لها لوز. موز. لوز. موز. عايزين نجيب لوز عشان رمضان قرب. عايزين نجيب موز عشان رمضان قرب. يلا لعب حواجبك. بيمبل كراسي. جاي على طول. يلا بص للبنت تاني. لعب حواجبك للبنت. امسك الورقة منها. يلا ارميها، ارميها طايرها من فوق دماغك. بص على البنت تاني. لوز. الراجل بيعيش. الراجل ده عسل. قول لها ايه رايك فيها؟ تزوقها يا على فكره. بس ايه رايك فيها بسنة دي؟ انا مش شايفها اصلا. هي المدام صح؟ مش دي المدام؟ لا المدام لعب حواجبك. طب ما ناخد ناحيه التكييف. انت ايه اتهبلت كده ليه؟ ايه الهبل ده؟ كيف ما تتصل؟ دي على الويتر، قول له لو سمحت. ايه لو سمحت؟ لو سمحت. بس خليه يوطي كده، قول له قرب قرب، قول له قرب. قول له البنت اللي هناك هتلاقي عصير برتقال. اللي هناك دي فورا؟ جيب لها ايه؟ جيب لها شوربة رمان؟ اجيب لها ايه؟ لمين؟ لمين الشوربة رمان؟ البنت دي اجيب لها عصير برتقال؟ ايه يعني هنا ميه وهناك عصير برتقال؟ هنا ميه وهناك عصير برتقال. الاثنين بقى عصير برتقال. بقالك مده ما لعبتش حاجه، سامعني؟ الله. انت لقيت نفسك على فكره في موضوع الحواجب ده، انا عايز كده. لا لا ما شاء الله انت تقدمت جدا. ايه ده؟ انت سبت ورجعت. بص بقى بيلعب حاجه معينه. ده برافو برافو، التقدم واضح. قوم الترابيزه اللي ورا المدام فيها زهريه، هات الورده اللي في الزهريه وارجع اقعد مكانك. يلا. ارجع اقعد مكانك، ما تزهقهاش. لا هتحاجبك بقى كده وانت ماسك الورده وحب فيها شويه. لا انت كده بترعبها مش بتحبها. الاثنين مع بعض يا استاذ ناجي، الاثنين مع بعض. حب فيها شويه، حب شويه في المدام يعني، قول لها انت ماليش غيرك وانت الخير يعني، حب فيها بقى بطريقتك بقى. انت مش غيرك. طب متاكد انها المدام؟ يا ابني يلا اديها واحدة. جيجي 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 جيجي. مع حواجب، مع حواجب.
بالورده بالورده من غير ضحك من غير ضحك. اجي جي 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 بحواجبك الاثنين عايزهم يطلعوا ينزلوا بس. لا ما شاء الله على فكره من احسن الناس اشتغلت لها حواجبها في مصر. ايه اللي بتعمله ده؟ لا تعالي بقى تغلي تيك توك. استاذ ناجي قول لها غمضي عينك بس هعمل لك مفاجاه. غمضي عينك عشان اعمل لك مفاجاه. بجد مصمم يعني. غمضي عينك. بس يا ابني بلان يا ابني شوف لنا الموضوع اللي جاينا عشان وخلص. طب خليكي بدل ما انتي يا جامد يا جامد انت بتاع زمان شكله هيطلع ايه؟ مش نفسي اوي. بقول لك ايه ارجع ياكل قلم. اوكي هياكل قلم عواجبه الاثنين هيعلقوا فوق ومش هينزلوا تاني خلاص. على فكرة دي من هنا بتاخده من هنا لو اتمسكت بيها. دي وردة المحل حضرتك يبقى انت اللي لقيتيها الوردة حضرتك. ما هو اقول له نازل ولا كمل نازل ولا كمل والله العظيم هسيبك خالص. العكس بقى اعكس خش يمينك يمين. لا حاول يبقى بكام؟ انت ايه اتهبلت كده ليه؟ ايه الهبل ده؟ بقالك مده ما لعبتش حاجه. ايوه لو سمحت دي ورده المحل حضرتك. انا قلت كده صدقني. نعم؟ انا قلت له كده. هو مين اللي اداها لحضرتك؟ قول لوائل المدام هي اللي اديتها لها. حضرتك؟ المدام هي اللي اديتها لها مش انا. هي؟ قول له هي مش عارف ليه خدتها وقالت لي البنت شكلها كده. معقول انا هعمل كده انا قاعد مع مراتي؟ معقول هعمل كده وانا قاعد مع مراتي؟ يعني هقعد مع مراتي وهعمل كده برضه؟ لا هو قامت ده انا قلت له دي بتاعت الترابيزه قاعد تعمل كده بره. لا طبعا لا اكيد مش هسيبها اكيد مش انا يعني هيعمل كده. ما وصلتش لا ما انا عادي بالنسبه لي اكيد حضرتك مش اباجوره. انا قلت له صدقني كده الكلام ده. رد فعل مرات الأستاذ ناجي كان غريب جداً وتقريباً ما تعصبتش على أي حاجة اتعملت. عشان كده هنجرب دلوقتي نورطها في حاجة. أستاذ ناجي لو خليت المدام هي دلوقتي تقوم تجيب رقم البنت دي هتكسب 500 جنيه. الكلام ده في خلال 30 ثانية. ممكن هتبقى تجيب لي رقم. أمي هتجيب لي رقم. رقمها؟ حاضر. أمي طبعاً بس مش قدام الناس. لا أمي عيب. أمي بس هقولها. يبقى انت اللي لقيتيها الورده حضرتك. ما هو اللي بيحصل ده. امال ليه حضرتك الاستاذ قاعد يعني ما فتحش بقه وقاعد ساكت من الصبح وانا صدقت حضرتك ان هو ممكن يكون عمل كده. عيش بقى فاعل انت معايا. انا اديتها الورده. ما جابتش الرقم خلي بالك. 7 6 5 4 3 الحق قوم اقف انا مش قدها. 2 1 1 طب استاذ ناجي معلش انا اسف انت كده خسرت. ممكن تكشف لها السر دلوقتي. انا اسف انا كنت بعمل فيك مقلب ما تزعليش مني.